بهدف التركيز على النهج التدريجي في الكشف عن الهجمات الإلكترونية المتطورة والمعقدة التي يتعرض لها قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وكيفية التصدي لها، انطلق مؤتمر الكويت الرابع لحماية أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية 2019. فدولة الكويت حملت على عاتقها تعزيز البنية التحتية والأمن السبراني من خلال اقتراح تشريعات جديدة وتشجيع تبادل المعلومات بين الحكومة والقطاع الخاص إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية الإلكترونية للحفاظ على استدامة الكلية للدولة إلى جانب الشراكة والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسساتها الأخرى في الدولة. أكثر من 600 خبير وأخصائي في هذا المجال وأكثر من 20 شركة تعنى بهذا الشأن يشاركون في المؤتمر والمعرض المصاحب من خلال أوراق عمل علمية وعملية. هذه التحديدات السيبرانية عدوا حقيقيا لصناعة الطاقة والغاز والنفط، ونحن نسعى لأن نحافظ على دفاعنا ضد هذه التحديدات من أن نكون خطوة نسبقهم بخطوة، فقد زدنا استثماراتنا وقد قمنا بتطوير إمكانياتنا وقدراتنا ومعارفنا في أعلى المستويات والمعايير، ونحن ندرب أشخاصنا وفريقنا لتطوير النظام الرقمي، وهذه التطورات أخذت بالعين الاعتبار احتياجاتنا التشغيلية وأولويات استمرارية أعمالنا. تطور أساليب القرصنة الإلكترونية وتنوعها وتحولها من جهد أفراد إلى جهد منظمات وأجهزة استخبارات. التحدي أمامنا هو في تأمين أنظمتنا. تأمين أنظمتنا بمعرفة كل ما هو جديد في عالم القرصنة لمعرفة تصميم الأنظمة المضادة لهذه القرصنة. مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تؤكد بذلها جهود مكثفة للتصدي للتهديدات التي تتعرض لها أنظمتها الإلكترونية وإيجاد الحلول السريعة لحماية الصناعة النفطية وقطاعاتها من التحديات والتهديدات التي من الممكن أن تواجهها. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.